مثلا غير في مجال الرعايه الاجتماعيه، كيفاش المغاربه اللي ما عندهم حتى تغطيه صحيه، ما عندهم حتى تامين، اليوم سيلج الى فضاء التغطيه الصحيه. اليوم 11 مليون مواطن ومواطنه مغاربه جداد غادي يدخلوا مجال الرعايه الاجتماعيه منذ ان تولى سعادة المشاركة. غيدخلوا في العسكر والمتوسطين، غيدخلوا صناع تقليديين، شيفور التاكسيات، الاطباء، الممثلين، كل منهم. اذا سيدنا الله يسلمو اعطى اشارة بالانطلاقة لهذا الرشد. اليوم الحكومة معمرة لأن 11 مليون ظهر كبير، هذا ورش تاريخي حقيقة. اللي غنسالي بالتنفيذ هذا الورش إن شاء الله غادي بلادنا المعالم الإنسانية ديالها بدات. خدينا التزامات في الصحة، خدينا التزامات في مجال محاربة البطالة، وغادي نبدا مشروع تشغيل 250 ألف مواطن في هذا. غادي السيد معالي الوزير السيد محمد غادي يثير بعض النقاط، بعض الإنجازات التي تمت في كثير من هذه المجالات، وغادي تبقى لنا فرص هذا النقاش. وكان شيء درناه، وبلادنا تواجه ظروف ديال الجائحة وما ترتب عنها من أزمات ومن صراع في كل دولنا. الحمد لله لابد أن نهنئ أنفسنا وأن نهنئ بلادنا على القيادة الحكيمة لجلالة الملك لكل هذه المحنة ديال الكوفيد. الحمد لله كيف بلادنا خرجت بأقل الخسائر. شوفوا كيف الدول العظيمة وكيف الدول الكبرى انهارت المنظومة الصحية ديالها، انهارت المنظومة الاقتصادية، وحنا اليوم في الكوفيد وفي الجفاف وفي إغلاق الحدود كثير من التآمرات ديال الجيران، والخير موجود في بلادنا، والأسواق كتعرفوا واحد التموين عالي، والمغاربة عايشين على أحسن ما يرام، وكثير من القطاعات الاقتصادية في المغرب ما زالت تواصل تصدير السيارات الإلكترونية، الطيران إلى آخره. فإذا نحن والحمد لله كنعيشوا في بلد عظيم، دولة محترمة يقام ويقال له. تشوفوا الإجازة الدبلوماسية لعمل سيدنا لعمل بلادنا فيما يتعلق بتكريس وتقوية الوحدة الترابية ديالها، وفي إفشال كل مناورات الرسول. لأن حنا في بلادنا في الصحراء المغربية، والصحراء إن شاء الله تكون هي قطرة من قواد من القطارات اللي غادي قود التنمية في بلادنا. اليوم في الحكومة التي نتشرف برئاستها سي عزيز والفريق الحكومي سيواصلون تكريس وتقوية المنجزات، تنفيذ توجيهات جلالة الملك، وإعطاء أولوية وأولوية كبيرة وكبيرة جدا لكل ما يتعلق ببناء الدولة الجديدة. هذا على المستوى الوطني، على المستوى الجهوي كيخصنا نتعاملوا كلنا في مؤسساتنا الحزبية، لأن الجهة ديالنا مضرورة، لأن الجهة ديالنا عندها صعوبات، لأنه بغينا الحكومة تعطي أولوية وأولوية كبيرة. وهذا الدور ديالنا، والدور ديالنا كيفاش نبنيه واحد البناء الحزبي من فيه جرادة التوريد الكرسي البركان الناطو مدريبوش المجدد كل أقل من هذه الجهة يعني واحد بين الحزبي كيسمح لنا التواصل مع الحكومة، كيسمح لنا نوصلوا المطالب ديالو، كيسمح لنا نبنيو علاقات ديال الشراكة مع كل المرافق والقطاعات الحكومية المعنية بشكل مباشر بمشاريع تنمية في البلاد. فإذا الله يخليكم حنا عندنا واحد المسؤولية هو أنه نشرف هذا الحزب
وما تنسوش تابونا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.